صفعة جديدة في وجه الوليد بن طلال، ليس بالبلطجة التي يتقن، إنما بالقانون الفرنسي الذي نحترم. الـLBCI تربح دعوة تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي، فاسترجعت قنوات قرصنها الوليد. بالقانون الفرنسي الوليد يقهر، وبحكم صدر عن التحكيم الفرنسي عادت الـLBC أمريكا، LBC أوروبا، LBC أستراليا، LBC أفريقيا والـLBC المغرب لتطل بهذه الأسماء وبروحها على اللبنانيين المغتربين وعلى محبيها في موعد قريب. هذه الباقة من القنوات التي كان أسسها الشيخ بيير الظاهر ومجموعة من رجال الأعمال منذ العام 97 لتشرق شمس الـLBC من لبنان على العالم، حجبها الوليد لحين حاول تغيير هويتها فانتهى خائبا، وها هي قنواتنا تستعد للشروق من جديد وبوجهها الأصلي. شاهد شمس الـLBC وتغير كل الموضوع. أخطأ المستثمر بالمال عندما اعتقد أن بالمال يشترى الحجر والبشر، فكان أن استعصت على الأمير ومليارياته عقول مبدعة وفكر خلاق صنع مجد الـLBC. وأخطأ المستثمر بالمال كذلك عندما اعتقد أن بصوره هذه مع الرئيس فرانسوا أولاند يمكن أن يستثمر في التأثير على التحكيم الفرنسي، لكن الوليد الذي اتهمه القضاء البريطاني بالكذب والمراوغة يتجه إلى تكديس ألقاب جديدة في رصيد سمعته قد تفوق ما كدسه في رصيد المال. في فرنسا اعتقد الأمير أنه سيكرر استثمار علاقاته في خدمة الباطل كما فعل عندما سخر علاقته مع فعاليات سعودية ومصرية وبحرينية لينزل قنواتنا عن أقمار العربسات ونايلسات ونورسات، وكما سخر علاقاته مع الديوان السعودي السابق ليخفي مناشدات وجهناها إلى المملكة عبر الديوان لإظهار حقوقنا وكشف افتراءاته. ظهر الحق وخاب الأمير، كذبه التحكيم الفرنسي الذي لا تخدعه صورة أمام الإليزي ولا يخت عائم على ثروة مشبوهة ولا $5,000 دفعها الأمير في تركيا بخشيش مقابل فنجان قهوة لتتحدث عنه الصحف، ولا تبرعات جوالة صغيرة للظهور في الأعلام ولا كبيرة بحجم التبرع المزعوم بالثروة. خاب الأمير بتوقيع من التحكيم الفرنسي، لكن هذه ليست سوى جولة في معركة طويلة تخوضها الـLBCI، جولة ربحتها بالحق وبجهود موكلها المحامي كارلوس أبو جودي وفريق محاميه، والمعركة مستمرة مع الوليد ولن تهدأ حتى تستعيد الـLBCI وموظفو باك والدائنون حقوقهم كاملة. بعض من الحق عاد، وسنعاود البث بأسماء قنوات قرصنتها يا سمو الأمير، وسنعيد أسماءها على مسامعك على أن تستمتع قريبا بمشاهدتها بعدما فقدت متعة تملكها بالقرصنة. الـLBC أمريكا، LBC أوروبا، LBC أستراليا، LBC أفريقيا والـLBC المغرب. ولأننا نحترم القانون فسنحفظ حقك يا أمير الدولار بما نص عليه القرار القضائي بأن ندفع لك في هذه القضية دولارا واحدا، فلك دولارك ولنا قنواتنا.